بخروج المدافع صاحب الخبرة 33 سنة، واحد من أهم لاعبي جنوة، غاسبريني في وضعية صعبة، المينا ربما يسجل الثاني. هنا نظرات بالو، نظرات التأمل لهذا اللاعب. بالو هل يسجل الآن الثاني؟ بالو ضاعت 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 ضاعت. ماتيا بيرين هو من يتصدى في اللقطة الماضية. ما الذي حل ببالو؟ أصبح يهدر العديد من الفرص، أصبح يهدر حتى ركلة